كرونيك ستيج يعني ما فيهاش كلام كتير، بتبقى في حاله ان اكيوت اتاك. طبعا احنا قلنا في الاكيوت اتاك الفيت بتاعه كرونيستي كان وان اوف ذا فيتس اوف ذا اكيوت اتاك. فهنا باثوجينيسيس بيحصل ليه انترميتنت سب اكيوت اتاكس اور ريزولفينج اتاك، يعني اتاك ما اتعالجش او بروبرلي رونج مانجمنت للاكيوت اتاك. كلينيكال بيكتشر نفس الكلام برضو، مش هنقول ازاي حاجه جديده، نفس الكلام تقريبا بتاع الاكيوت اللي هو انتيريور تشامبر فيري شالو، الكورنيا برضو كرونيك اديما، البيوبل سيمي دايليتد، الانتراكتور بريشر برضو اليفيتد، وفيجوال فيلد ديفكت. ما فيهاش كلام جديد. التريتمنت هنا اكسترنال فيستولايزنج اوبريشن، ليه ما قلناش هنا نعمل ايريديتومي اساسا؟ لان دوت بقى كرونيك، معنى انه اتعمل كرونيك كرونيك خلاص وصل لمرحله الكرونيك، اذا اتكونت عندي البريفر انتيريور سينيكي، اذا مباشره هرجع للاكسترنال فيستولايزنج ان انا اعمل هنا قناه كده توصلني للساب كونجنكتيفال فيسل. طالما كرونيك يبقى فايبروزس يبقى خلاص ايريديتومي ما عادتش تنفع او ملهاش لازمه. المرحله الاخيره من البرايمري كلوزد انجل جلوكوما وهي الابسوليوت جلوكوما او اسمها بلايند بينفول اي، لان في المرحله دي خلاص العين تقريبا بتتدمر اساسا. سيمبتومز بلايند، العين ما عادش شايف حاجه بسبب الضغط العالي جدا جوه العين اللي ضغط على الريتنا وضغط على الفيسلز وبوظ الدنيا خالص. بينفول وديسفيجرنج اي، شكلها بقى وحش العين يعني، بقى يعني حتى من اسمها بلايند بينفول اي ممكن نجيب سيمبتومز بلايند وبينفول وديسفيجرنج اي. الساينز كورنيا تبقى انسنسيتيف، زائد جلاكوميتاس بانس. دي طبعا قدامنا هنا للجلاكوميتاس بانس. الفكره يعني ايه الكورنيا حصل فيها بانس؟ يعني حصل ان البيزمنت ممبرين بتاع الكونجنكتيفا زحف لجوه القرنيه زي المنظر ده، شايفين هنا بلاد فيسلز ازاي بدات تدخل لجوه؟ دي طبعا حاجه ابنورمال في الصوره دي. الايريس بدات تموت، بيحصل فيها اتروفيك باتشز زي ده قدامنا، بصوا هنا ازاي بدات تقريبا الايريس بدات تختفي، اتروفيك باتشز هي بتعمل جين مع بعض لحد ما الايريس كلها هيحصل لها اتروفي بسبب الضغط العالي جدا جوه العين. شالو انتيريور تشامبر اكيد يعني. البيوبل دايليتد وفيرتيكالي واوفال وفيكسد بيوبل، معلش تستجيب لحاجه. ده المنظر قدامنا هنا بدات الى حد ما تبقى اوفال. التنشن بتاع العين بقى ستوني هارد، العين بقى تعمل شبه الحجر بالظبط بسبب الضغط العالي جدا جواها. لما اجي اعمل فندس اكزامينيشن او ابص على الاوبتيك نيرف هلقاه اتروفي، هلقاه مات خلاص، العيان ده ما عادش بيشوف. ما هو دوت سبب ان انا البلايندنس ايه ان اوبتيك اتروفي، البينفول ايه الضغط العالي جدا. تمام، يعني احنا برضو نقول نفس الكلام، يعني الكورنيا بدل ما كانت قديمة لا خلاص بقت بنص، يعني ما كانش بقت ما بقتش ميه بس، لا ده بقى بيزمنت برين في بلاد فيسلز انفيد ذا كورنيا. الانتيريور تشامبر شالو زي ما هي ما قلناش حاجه. البيوبل نفس الكلام دايليتد وفيرتيكالي. التنشن هنا ما زادش بقى، لا ده بقت ستوني هارد، يعني ضغط عالي جدا خلاها شبه الحجر بالظبط. والفندس اكزامينيشن اوبتيك تروفي، الاوبتيك نيرف باظ خالص. الفيت او السكويل، العين تقريبا باظت يعني ما عادش فيها حاجه، لكن يعني ترتيب يعني اللي بيوصل للمرحله دي كل جزء في العين هيحصل له ايه. الكورنيا هيحصل لها برده زي ما قلنا جلاكوميتاس بانس اللي هو جرانيوليشن تيشو انفيد ذا كورنيا ات ليفل اوف بيزمنت ميمبرين، في الغالب بيكون جاي من السكليرا. السكليرا استافيلوما، استافيلوما يعني ايه؟ استافيلوما يعني حصل زي هيرنيشن كده للاجزاء من الاي لبره بسبب ضعف السكليرا. السكليرا بقت ضعيفه ما قدرتش يعني الضغط العالي جدا بدا يخلي حاجات تطلع من جوه السكليرا. فانترا كالري يعني حصل هيرنيشن، هنقول مثلا مصطلح هيرنيشن للكنال اوف شليم، كنال اوف شليم نلقاها طلعت بره من السكليرا. السيريال بودي بعد شويه نلقاها طلع من السكليرا بقى طلع لبره. الاكواتوريال ان البارتس اوف اي ات ذا اكويتر اوف ذا اي بول تبدا تعمل بلجنج اوت من السكليرا. طبعا الصوره دي قدامنا يعني الى حد ما تحس كده السكليرا يعني بدات تسترتشد بسبب الضغط العالي جدا، بدات تبقى شكلها يعني لوس اتس سفيريكال شيب الى حد ما، تحس ان هي فيها شويه بلج كده، ده بنسميها هي الاستافيلوم. اللينس كومبليكيتد كاتاراكت زي الرسمه اللي قدامنا ديت،
شايفين هنا العدسة بقى لونها ابيض ازاي، كاتركت واتروفيا بالباي، السيريا بودي يعني خلاص العين ماتت، اتروفيا بالباي الاي بول ماتت كلها، السيريا بودي اتروفاي ديكريز اكويس هيومر سيكريشن. طبعا ممكن هنا الكانال اوف شليم دي مثلا عشان نفهم الاستافيلوما اكتر يحصل لها بلجنج من هنا تطلع لبره، او ال السيريالي بودي نفسه بيطلع لبره برضو، الاكويتر اوف ذا اي ستراكشر بتطلع لبره زي ما هنا مثلا ممكن تحسه برضو، الصوره دي تكون باينه فيها اوضح لحد ما تحسوا انه في حاجات بلجنج كده من جوه العين، خلاص العين الضغط جواها بقى رهيب. تمام، التريتمنت ديت عين باظت يعني خلاص، ما التريتمنت بتاعها اما انيوكوليشن، انيوكوليشن يعني انا بشيل الاي اساسا يعني بقصها او بقى يعني بطلعها من مكانها، بقطع كده وبقطع كده وبطلع العين ما عادلاش لازمه اساسا، او سيريالي بودي ابليشن ده طبعا يعني السيريا بودي طبعا في الغالب بيكون لسه يعني ديت حاجه احترازيه او حاجه قبل، مجرد بعملها كده كاجراء اخير لان السيريالي بودي طبعا هو المسؤول عن تكوين اكويس هيومر، فالضغط العالي جدا في العين ده ممكن لو شلت السيريالي بودي يقل الضغط دوت، ممكن يكون في امل العين ترجع او حاجه، فبنعمل سيريالي بودي ابليشن بنسميها سايكلو فوتو كواجوليشن. السايكلو معناها سيلري بودي، وفوتو كواجيليشن معناها ان استخدمت الليزر في ان انا اموت السيلري بودي عشان يبطل يطلع الاكويس هيومر، يعني ممكن تكون يعني حركه اخيره ان انا احاول انقذ الموقف، لكن في الغالب يعني تبقى حاجه صعبه يعني. او ريترو بالبر انجكشن اوف ابسولوت الكحول، طبعا الفكره من الحركه دي ان انا باجي بخش ورا العين كده وبحقن الكحول عشان يعمل ديمايلينيشن لكل النرفات اللي جايه من العين هنا سواء ترانجينال او اوبتيك، فيقتل اي سنسيشن فالعيان ما يحسش بالبين، برضو مجرد يعني طبعا ده مش علاج، مجرد سيمتوماتيك تريتمنت، لكن العين اساسا بتكون باظت، لكن الفكره ان انا بريح العيان من البين بس مش اكتر. كده نكون خلصنا البرايمري كلوزد انجل جلوكوما.